السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الحبيب، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله جل في علاه أن يعجل في رفع الوباء والأمراض والسوء والضر والشر والشر عن هذه الأمة. اللهم اكشف هذه الغمة. أخي الحبيب، كالعادة الفقهاء مختلفون، والراجح جواز الصلاة دون خطبة. فاتت الصلاة أنس بن مالك وصلى في بيته صلاة العيد ولم يخطب، وأثر أنس علقه الإمام البخاري في صحيحه، فلا حرج من صلاة ركعتين بسبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، ولا حرج في ذلك. وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل وخطبة العيد للإمام الأكبر أو من ينوب عنه، وهذا الآن متعطل في الأجواء التي نعيش، وبالتالي يعني نحن نصلي العيد ولا نخطب. وكذلك مستلزمات العيد من التطيب ومن الاغتسال ولبس الجديد والتهنئة بالعيد، فهذا أمر لا حرج فيه. والتهنئة بارك الله فيك تكون لو على الهاتف، وعند البخاري في التاريخ الكبير قال صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، لو بالسلام. فهذا كله تبقى يعني مشروعيته ولا تسقط بهذه النازلة. أسأل الله أن يرفعها في أقرب حال وأهدى بال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.